شوفوا هاد الحليوه شحال كتجي زوينه، تيراميسو غزاله وسهله ولذيذه بنكهه القهوه، وكتوجد بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. المهم دوزوا على بركه الله. ناخذينا جوج الباكيات ديال كريم شونتي، وغادي نخلطهم ثلاثة الكيسان ديال الماء بارد مجمد، ثلاثة الكيسان، وغادي نطربها مزيان. شوفوا كيفاش طلعت. وغادي نزيد ثلاثة القطع ديال الفرماج مثلث او مربع اللي بغيتو. وخديت هاد القهوة هادي، خلط ثلاثة الكيسان كبار ديال العنبة مع جوج معالق ونص ديال القهوة سريع الذوبان، ونقصت هاد تقريبا ثلاثة المعالق نقصتهم باش نزيدهم في الكريمة حتى بردات. والقهوة الاخرى غادي نغمس فيها البيسكوي. صافي انا زدت القهوة ونطربو مزيان. هاي شوفو كيفاش كتجي، كتجي كريمة عقدة. واللي بغى يدير بالكريمة القشطة طارية يديرها، اللي ما عندوش يدير هاد الغبرة. ونخدينا هاد القطع ديال التيراميسو. المهم غادي نغمسو في هذيك القهوه بلا سكر حيت هذا حلو والكريمه حلوه. درت قهوه مسوسه، غادي نغمس الطبقه الاولى في القهوه وندير عليها الكريمه ونسرحها مزيان. وغادي مني نسرحها مزيان ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي، نزيد الطبقة الثالثة ونزيد عاوتاني حتى الاخير. صافي وغادي نديرو حتى نكملو. وغادي نقادو ليها الوجه ونزيدو عاوتاني بسكوي. صافي وهذه هي الطبقه الاخيره، نديروا على الكريمه ونقادو، نحاولوا نقادوها من الفوق. صافي وغادي ناخذ شويه الشكلاط غبره او هذا الشكلاط المسوس بدون سكر او اللي بغيتو اللي بالسكر. المهم غربلتو عليها هكا شويه من الفوق. بالصحه والراحه، نتمنى تعجبكم هذه الحليوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.